تقول بابا قاسم تقتل تقن الطفل اللي تقن حلم بحال بابا تقن يقول لي قتل هل هو مجرم وقسم سير من دراسي بابا هذه التهمة ديال الشيء دراري في المدرسة كيقولوا لي بابا قتل بابا جدو في العبس هو ما داير والو سميتو اصلا الدوسي ديالو ما عطاوش لشي واحد اللي اختصاصي فيه وكنطلب من زيدنا يعاوننا وحنا بلا بابا ما نقدروش نعيشو راه هادشي راه ماشي معقول اللي وقع لهاد السيد راه ممكن يوقع لاي واحد في هاد الميدان ديال السكه الحديديه راه ناضل معاهم راه سهر معاهم راه ضرب معاهم الليل النهار ما نوصفش لكم كي كان مضبوط في الخدمه ديالهم مضبوط في الاوقات ديالهم ما رجل مهدن صابور فيه كل شيء هذا الشخص هذا فيه كل شيء ما نقدرش نوصف لكم ولكن منين وصلت لهذه الدرجه هذه ما قدرناش نصبره المحامي قال لي اش غيقول لي قال لي غتسناي الصراحه المؤقت هو اللي عنده صافي مر بار ارام ما كايناش وراه ما غتحلموش بها هكا من هزم حطام كي غتكون الصحه ديالو هو اصلا باقي ما فاقش من ضربه في راسو مازال ما شنو نقول لكم بزاف د الحوايج محطم باش غنوصف لكم محطم ميؤوس ما بقيت باش نوصف لكم الابناء ديالو تحطموا كيبكيو على باباهم كي ما بغاوش يمشيو ليا للمدرسه تيجي بابانا وهما متعلقين به بزاف ما كيتفرقوش معاه بزاف يعني ملي كيكون في الدار راه ما كيتفرقوش معاه بزاف وكيخدم معاهم وكيدير معاهم بزاف د الحوايج كنطلب من جلاله الملك محمد السادس ينظر في هاد الوليدات باش يشوف ويتابع هاد الحاله ديال هاد السيد باذن الله ويوقف معاهم راهم وليداته ووليدات الشعب عمي العربي فحال بابا ملي كنت صغيره حتى ملي توفى الوالد ديالي كان في المتابة ديال الأب ديالي سيد ما كيسكر ما كيشرب الأخلاق ديالو حزنة 31 عام ديال الخدمة واش يقدر يدير غلط فحال هكذا لا حنا ما كنحاسبوش ضعفاء حنا ما كنشوفوش الناس الكبار الغلط ديال الواحد دايرو لا حنا كنشوفو غير داك الضعيف اللي نقدروا نغلبوا عليه ديما كنغطيو الشمس بالغربال بلاص ما نشوفو مول المصيبة كنشوفو داك الضعيف اللي نقدروا نغلبوا عليه 31 عام ديال الخدمة واش يقدر يدير غلط بحال هكذا لا ما غلطوش حنا ما نحاسبوش الناس ما نحاسبوش المسؤولين لا حنا ما نحاسبوش المسؤولين حنا نحاسبو غير واحد ضعيف مسكين ما كيقدرش حقو كيسامح فيه يا بطل الله حنا نحاسبوه اما الناس هذوك مالي الفلوس او لا واحد اللي عنده ما كنقدروش نحاسبوهم فقط اذا كان السائق منه المشكل علاش التران اللي داز قبل من التران السريع هبطوا الناس وداروا ديكلاراسيون في لاكار باللي التران تهز كامل المشكل كاين في السكه حاجه واضحه جدا علاش حنايا غادي نوضوا نلصقوا التهمه في السائق باين المشكل كاين في السكه وواحد اللي 31 ديال عام ديال الخدمه راه ما يمكنش يدوز لي عليه هكا غلط بسيط ومن 60 كيلومتر في الساعة ل 158 كيلومتر في الساعة راه شي حاجة كبيرة بزاف باقي ما تقبلناش صدمة ديال أن أصلا جا من الموت جاتنا صدمة أخرى بأن راه له الاعتقال ديالو يعني ما كانش من المتوقع أنه تكون هاد القضية بحال هكذا ما توقعناهاش في مرة ولكن تنقولوا الحمد لله ملي ربي كاين معنا وربي غيوقف معنا تعتقل هو في ظروف صحيه اللي ما كتسمحش ليه بالاعتقال ديالو انسان مريض مهلوك يلا خرج من لوبيتال يعني ما خاص يكون واحد الحس انساني باش انهم يعتقلوا واحد الانسان اللي اصلا هو ما دارش خطا اللي حق انه يتعتقل يعني احنا بقى فينا الحال بزاف من السلطات اللي ما داروا واحد الاخر اللي ما يمكنش ان ما حطوش راسهم في بلاصو اصلا اللي يقدروا يوقعوا هما براسهم في داك المشكل يعني انسان يلا خارج من السبيطار باقي مريض مهلوك لواحد الدرجه اللي هما شافوها
وما يعني ما حطوهاش بعين الاعتبار، مع العلم انه ماشي الخطا ديالو كان خطا من جهه اخرى، اللي حنا ماشي من الناس ديال المهنه باش غادي نعرفوا داك الخطا. ولكن حنا بقى فينا لدرجه انه دابا في السجن مع مجرمين اللي هو ما دار فيها حتى شي حاجه، يعني ما قدرتش نعبر على داك الحس اللي شفنا فيه بابا. يعني هو دابا ضحيه لواحد المسرحيه اللي ما كناش متوقعينها انها تكون. كنا متوقعين ان غادي يكونوا واقفين معاه بانه نجا لنا من الموت، الحمد لله انه ما ماتش، بقى لنا على قيد الحياه. هذيك هو اهم حاجه. ولكن المشكل انه دابا ما خداش الحق ديالو. حنا دابا كنطالبوا بحق ديالو من الناس المعنيين. يعني تم واحد لونكيت اللي من طرف الدرك الملكي على ما اظن، انه خاص يكونوا الناس اللي من الميدان، هما اللي عارفين طريقه العمل ديالهم. يعني واحد ان جوندار ما غاديش يكون عارف بالتفاصيل داك الاخر، يعني يتعاملوا مع القضيه كانها حادثه عاديه بسياره، ماشي بقطار. هي حادثه ديال القطار راه ماشي نفس الحادثه كتكون بسياره او لا ان كاميون ولا شي حاجه بحال هكا.